قبل أن نبدأ الآن بالمرحلتين الأخيرتين من هذا الجزء، وهو مرحلة الرندرة ثم مرحلة طباعة المخططات النهائية، ممكن نشوف حاجة قبل هذا، وهو عمل التكست بطريقة جميلة وسريعة. مثلا لو انتقلنا إلى الطابق الأرضي أو مثلا الطابق الأول، نظهر الـ Hidden Plan Hidden Visual Style، نقوم بإخفاء التكست الحالي مثلا Element أو Hide in Category. لاحظوا طريقة التكست الذي عملناها سابقا كان عن طريق مشينا من Annotate واخترنا التكست. في طريقة أسرع بكثير وتعمل لك عبارة عن ألوان في الغرف. فمثلا لو أتينا إلى Architecture، نأتي إلى Room، الروم نكتب هنا اسم نيم، نكتب هنا اسم الغرفة، وطبعا بهذه الطريقة يبقى معك زي التمبلت دائم معك. فنأتي مثلا نكتب هنا غرفة نوم، انتر، ثم نأتي إلى غرف النوم ونكتب نحط بهذه الطريقة، نأتي إلى هنا، فأي غرفة نوم تضع. وطبعا الشرط هذه الطريقة أن يكون الغرفة محاطة بالحوائط، هذه أيضا غرفة نوم، نكتب حمام مثلا، أنتر، هذا هو الحمام. طبعا لاحظ نكتب مثلا مطبخ بهذه الطريقة، ثم نأتي إلى داخل لا مكان المطبخ. طبعا لو خرجت خارج حدود المطبخ يلتغي معك والعمل، فلازم تكون الغرفة أو الشيء اللي بتحط له اسم يكون محاط من جميع الجهات بحوائط. نكمل. طبعا الآن أكملنا عمل التكست عن طريق من Architecture Room. الآن نذهب بعد ذلك إلى من Annotate إلى Color Fill ونختار Color Fill Legend، ثم نأتي نظهر لك الكتابة هذه، نضع على اليمين، ننقر في الشاشة تظهر لك هذه الرسالة، نختار منها، يظهر لنا أسماء الروم، نوع الروم، ويظهر لنا أسماء الروم، نختار ايش؟ اوكي. لاحظ انه قام بوضع الوان، مثلا الغرف وضع لها لون معين والصالون والمطابخ بالوان معينه. طبعا هذه الطريقه ترجع لك انت في الاستخدام، ممكن تستخدمها، ممكن تستخدم الطريقه السابقه. لحذف الارقام هذه جنب المطابخ، نذهب من نحددها، ثم نذهب من edit type ونلغي علامه صح، show room number، نحذف هذا علامه صح، لاحظ انها ايش؟ اختفت. لتعديل الوان التكست او تكبيرها ممكن نختارها، ثم نختار ايش؟ edit family، ندخل لنا الى تعديل على الفاميلي، نختار الروم نيم، ثم ناتي الى تعديل اللون مثلا الى اللون الاحمر، ثم ناتي الى مثلا الحجم ونكبره مثلا الى 14، اوكي. ثم نختار load into project، ثم نختار الخيار الثاني Override Exciting Version. لاحظ بهذا الشكل، وطبعا لك الخيار في استخدام الطريقة المناسبة. لو أردت مثلا ترجع إلى التكست الأول، اخفي هذا، حدد أحدهم، ثم اختار Hit in Category، ثم اختار من المصباح، ثم نأتي نحدد إلى أحد التكست. الآن في معانا أصبح معانا 2 تكست. نختم بهذه الطريقة، نضغط على تاب هذا حقنا هو الأول، ثم كليك يمين Unhide Category، ثم نلغي المصباح بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى عملية الرندرة وعمل كاميرا. طبعا
قبل، وهي طبعا المرحلة قبل عملية طباعة المخططات، نذهب إلى الثريدي. لاحظ قبل عملية الرندرة نضع سايد، ونقول ممكن نضع الأرض في الأرض في البداية. نذهب إلى سايد، ومن بعد أن نذهب إلى الفلور بلان سايد، نذهب إلى ميسينج أند سايد، ميسينج أند سايد، ونختار توب سيرفيس. لاحظ هنا هي عبارة عن بهذه الطريقة تضع زي الأرض في بداية إيش، في بداية المنشأ. فنبدأ نضع مثلا مناسيب بهذا الشكل، لاحظ سوف أضع نقطة هنا، ومثلا بهذا التدرج، ثم أضع نقطة هنا، لاحظ تمام. ثم ممكن اختار انزل الى الارض تحت الارض سالب 3، واعمل منسوب اخر، بهذا الشكل مثلا، ثم اعمل منسوب سالب 6. سوف نشوف الان تأثير هذه العملية. لاحظ نعمل صح، ثم نذهب إلى الثريدي. لاحظ هذا هو الذي قمنا بعمله. لاحظ أنه يتدرج، هذه عبارة عن الأرض مثلا أو منسوب الأرض. لاحظ أن الحاجة هذه تتدرج من منسوب 0، ثم منسوب سالب 3، ثم منسوب سالب 6. لو أردنا أن نغير لونها مثلا جريس أو مثلا عشب، معنا إلا أن نختارها، ثم نذهب إلى نختارها ونذهب إلى ماتيريال من هنا، ونختار نكتب هنا جريس عشب، لاحظ أنه هنا غير موجود. نأتي إلى هنا، نكتب الاسم كامل جريس، نختار مثلا هذا النوع باند، ونعمل له ايش، add to material، ثم نختاره ونعمل اوكي. لاحظ هذا هو قطعة او منسوب الارض. ممكن هذه الخطوط، هذه الخطوط ممكن نعمل لها يعني نكثرها، معنا الا ان نختار Edit Surface، نذهب إلى مثلا إلى السايت أفضل، ثم من Missing Site نختار من السهم Site Setting، وممكن نختار هنا رقم 2 أوكي. لاحظ أن عدد الخطوط هذه أو خطوط الكونتور يعتبر زي خطوط الكونتور. نذهب إلى 3D، وهذا هو إيش، عبارة عن قطعة أرض. ممكن نحن نعمل لنا إيش، نعمل لنا طريق للسيارة مثلا إلى البوابة تمام. كنا نرفع السيارة، سالب ربع مثلا أو 4، انتر، أكثر، بوينت 9. طيب الآن ممكن نعمل أيضا طريق. طبعا الريفت حاجاته كثيرة ولا تنتهي، ومهما شرحنا في حاجات كثيرة، لكن احنا نجيب الحاجة التي غالبا ما نستعملها. نذهب إلى السايت، ثم نقوم برس من أونيتيت، نقوم برس لاين. هذا اللاين نقوم مثلا بعمل بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل، ثم نأتي
إلى هنا، نعمل الطريق مثلا عرضها مثلا نعمل 6 متر، وكأنه خطين مثلا أو موف، نختار كوبي 6 متر، وأيضا هنا نختار كوبي 6 متر، نعمل عملية إزاحة لهم. طيب ما مشكلة، نعمل هذه من مودوفاي، نعمل لهم تريم، نختار ممكن نختار من هنا إديت، ومن ثلث أرش حتى يكون مثل الأرش بهذا الشكل، وأيضا بهذا الشكل. لاحظ الخط هذا، ممكن نأتي إلى هنا. الآن نذهب إلى missing site، نذهب إلى missing site ونختار split face، وكأن احنا نعمل تقسيم، يعني نعمل تقسيم في هذا المنسوب، نعمل تقسيم للطريق. نختار split surface، وثم نختار السيرفيس الذي سوف نعمل له split، تظهر لنا هذه القائمة، نختار منها big ونضع على الخطوط التي تم تشكيلها، ويفترض في هذه الحالة أننا نقوم بإكفال هذا الطريق من أحد الجهات. أوكي، لاحظ أننا عملنا عبارة عن سبليت. لو أتينا إلى 3D، هذا عبارة عن سبليت، ممكن الآن نعمل له تلوين مخالف للتلوين الذي وضعناه لقطعة الأرض. حتى نعمل مثلا الجوانب حق الطريق، نذهب إلى السايت مثلا، ثم نذهب إلى سبليت سيرفيس، ونختار هذه الأرض مثلا، ثم نفس الشيء نعمل بيك، ثم نختار مثلا يكون جوانب الطريق عبارة عن مثلا متر ونص، فنختار اوفسيت او موف، ممكن نختار نشتغل ايضا نشتغل بطريقة الاوفسيت افضل، نختار بهذا الشكل، ثم نأتي الى لاين، نعمل الاوفسيت حقنا كم متر و متر ونص، انتر، ثم نأتي الى فوق الخط او نختار بك، ثم نختار متر ونص بهذا الشكل. ممكن ايضا الجوانب هذه نعمل لها طبعا حول البيت، ايضا حول المبنى السكني بهذا الشكل مثلا. نفترض نعمل الآن تريم، وأيضا هنا نفترض يصل إلى هذه النقطة، ثم نعمل تريم بهذا الشكل. الآن نقوم بحذف هذا لأنه موجود مسبقا، لاحظ، ثم نعمل صح. لاحظ أتينا إلى 3D، لاحظ الآن سوف نقوم بعمل التلوين كشكل الطريق في هذا الشكل، ثم نعمل للرصيف حول الجوانب الطريق لشكل آخر، نحدد الرصيف أو الشارع، ثم نأتي نغير الميتيريال حقه مثلا، مثلا ESB، نختار هذا اللون شبيه للزفلت مثلا، اسفلت، لاحظ أصبح قريب للون الأسفلت، ثم نختار الجوانب الطريق بهذا الشكل، ونختار ميتيريال، وممكن نختار لهم مثلا سيراميك بهذا الشكل. اوكي،
لاحظ بهذه الطريقة ممكن انك ايش تشكل عدة حاجات عن طريق قائمة او تبويب ميسنج سايت. الان نأتي الى عملية الرندر. نأتي الى عملية الرندر، وهي الرندر هي عبارة عن المبنى يكون نحاول نحول المبنى الى شكله في الطبيعة. قبل عملية الرندر يعني تحاول تضع وضعية مناسبة للمبنى حتى يظهر فيها الرندر بشكل مناسب وجميل. عملية الرندر نذهب من فيو لحاجة اسمها رندر، تظهر معك هذه القائمة. نشرحها مثلا بشكل مختصر. ريجون تعني الآن سوف يعمل لك عملية رندر للشاشة كاملة، لكن لو لا تحدد مثلا جزء معين من المبنى رندر فتختار أمر ريجن مثلا على سبيل المثال بهذا الشكل، ثم تعمل بالماوس توخر. لاحظ أنه بيظهر زي البوكس، نقوم بتحديد هذا البوكس وعملية تصغيره، لأنه سوف يقوم بعملية رندر لهذا المكان أو المساحة كاملة، وهذا طبعا يثقل على جهازك. نقوم بتصغيرها مثلا حتى تكون بهذا الشكل مثلا. طيب بعد عملية تحديد المساحة اللي سوف نعمل لها رندرة، نأتي إلى الكواليتي الجودة. في عدة أنواع للجودة، تبدأ من الأصغر وتنتهي عند الأعلى جودة. الدرافت طبعا أقل، ثم الميديوم، ثم الهيف، ثم البيست. تعتبر البيست هي أعلى حاجة في الجودة، وطبعا كلما اخترت جودة أعلى تتطلب مواصفات للجهاز قوية حتى تنتهي من عملية الرندر بشكل سريع، لأنه إذا كانت مواصفات جهازك ضعيفة فتحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى 5 أو 6، أو أحيانا بعض الأجهزة الضعيفة تحتاج إلى عدة ساعات. تمام. نأتي إلى Output Setting الذي هي عبارة عن طريقة الإخراج للصورة اللي سوف يعملها رندرة، إما سكرين كشاشة أو برينتر الذي هو عبارة عن دقة عالية في الصورة. مثلا لو لاحظت لو اخترنا سكرين، لاحظ أن حجم الصورة 419 كيلو بايت، بينما لو اخترنا برينتر في ثلاثة أنواع أربع أنواع 75 بكسل و 150 بكسل. مثلا 75 لاحظ أن حجم ميجا، 75 ميجا، يعني أكبر من سكينير بكثير. اما لو اخترنا مثلا 300 لاحظ انه 1 جيجا حجم الصوره. وطبعا كل ما اخترت هذا النوع سوف تظل فتره طويله جدا في عمليه الرندره، وطبعا الاجهزه الضعيفه لا تستطيع ان تعمل هذه الرندره. نختار مثلا على سبيل المثال سكرين. طبعا المواصفات الجهاز هذا الذي استخدمه هو مواصفات كويسه، في مثلا كرت الشاشه 4، و يعني يستخدم هارد اس اس دي، ولكن سوف نستخدم البيست حتى ننتهي بسرعة في عملية الرندرة. نأتي إلى لايتنج. هناك عدة أنواع للرندرة، إما رندرة نهارية يعني كأنه يظهر لك المبنى في النهار، والرندرة النهارية نوعين، رندرة نهارية داخلية ورندرة نهارية خارجية، يعني كأنه رندرة من الداخل ومن الخارج. وأيضا هناك نوع ثاني وهو رندرة ليلية من الداخل ومن الخارج. ممكن هنا تضيف صورة خلفية حول المبنى. نبدأ أول حاجة نشوف وضعية المبنى هل هي مناسبة معنا. نختار نوع مثلا ميديوم حتى نشوف المبنى أو وضعيته. تمام. ثم نختار رندرة. لاحظ هذه العملية، بس أنا اخترت ميديوم حتى أتأكد من وضعية المبنى حتى لا أنطلق لعملية الرندرة ذات الجودة العالية إلا ووضعية المبنى مناسبة لعملية الرندرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة. لاحظوا انه بدأ عملية الرندرة، لاحظوا انه سريع جدا لان اخترت الجودة ميديوم. طيب جميل. الان نقوم باختيار اعدادات الرندرة المناسبة. نختار سكرين ونختار بيست، نختار بيست طبعا، ثم نختار رندرة نهارية خارجية، ونختار لنا صورة سحاب مثلا من أميج. نذهب إلى الكمبيوتر. طبعا نختار
سحاب مناسبة. اخترنا بالغلط أداة سحاب، ممكن نختار هذا النوع من السحاب ثم نبدأ عملية الرندر. لاحظتم أن هذه تحتاج يعني حوالي طبعا نصف ساعة بجهازي، ولو جهازك طبعا مواصفاته ضعيفة قد تتطلب منك إلى ساعتين ثلاث أربع ساعات. لاحظ أنه انتهى من عملية الرندرة. طبعا بعد انتهاء من عملية الرندرة تكون أمامك الصورة الآتية. وطبعا لكي تحتاج إلى دقة واضحة في مثلا ممكن الحجر يظهر كأنها حجر في الطبيعة، فتختار برينتر ثم تختار مثلا 300. هذه سوف يعني سوف تكون النتيجة دقيقة جدا جدا. جربها معك إذا كان جهازك تمام. بعد ذلك يتم مثلا حفظ الصورة إلى جهازك اكسبورت. تحفظ هذه الصورة على سبيل المثال، نقوم بحفظها في دبلوم الشامل ريفيت اركيتكتشر سيف، وأيضا ممكن حفظها في المشروع سيف تو بروجكت بهذا الاسم. وين تحصلها؟ تحصلها في قائمة اسمها رندرينج. بمجرد أنك عملت رندر تحصل أي حاجة نزلت في قائمة رندر. نعمل رندرة رندرة ليلية. نختار رندرة ليلية خارجية. نختار اسمها Artificial Only، ثم نغير شكل السحاب إلى سحاب ليلية على سبيل المثال. نختار هذا النوع من السحاب. مثلا ممكن نختار النوع الذي يناسبك، مثلا هذا النوع. أوكي، ثم نبدأ بعملية الرندر. ننتظر طبعا حتى طبعا الآن هو يبدأ من صفر حتى يصل إلى 100%، فما عليك إلا أن ننتظر حتى يكمل. لاحظ أنه بدأ الآن. طبعا هو يبدأ بجودة منخفضة حتى يصل، لما يصل إلى 100% تكون جودته هي النهائية. لاحظ أنه أكمل عملية الرندرة الليلية. طبعا الجودة هذه تعتبر ضعيفة، ممكن أنك تختار برينتر، ولكن هنا حتى لا يطول زمن الفيديو. بالنسبة للإضاءة تلاحظ أنها تعتمد على الفولتية التي حددناها مسبقا، فأنت إذا أردت أن تزود من الضوء فعليك أن تزود الفولتية أو تختار لمبة أخرى. نحفظ نسطر هذه الصورة إلى اللابتوب. ريفيت أركيتكتشر ونضع لها تسمية مثلا مختلفة، ونحفظها أيضا في المشروع حقتنا. لاحظ مجرد انك تلغي هذه القائمة تختفي عملية الرندرة. الان ممكن اعمل كاميرا. طبعا في حاجة جميلة انك تعمل كاميرا لجزء او واجهة تمام. فنأتي مثلا الى الفرونت، نأتي الى الفرونت ونختار من فيو، نختار من فيو في حاجة اسمها 3D فيو، في حاجة اسمها لما نضغط على السهم تظهر لك كاميرا. نختار الكاميرا، نحفظ المشروع، ثم بعد ذلك بيطلب مننا تحديد اتجاه او اتجاه الكاميرا بهذا الشكل. ممكن احنا نظهر هذه الواجهة، نختار من جديد كاميرا، ثم نأتي الى طبعا لاحظ ان الكاميرا لا تشتغل وانت في الواجهات. ننتقل الى 3D، ننتقل الى 3D بهذا الشكل، ثم نختار كاميرا. لاحظ بهذا الشكل نحدد، تعمل نقرة بالماوس زر الماوس الايسر، ثم تحدد وجهة الكاميرا او وجهة النظر يعني بهذا الشكل. لاحظ انه ظهرت لك بهذا الشكل. تقوم بعملية التكبير لمجال الرؤية تمام. ثم نأتي هنا ونختار ريلستيك. لاحظ هذه نوع من أنواع الكاميرا، وممكن أيضا تعمل لها ايش رندرة
مثلا نختار هيف ونختار نظرة نهارية ونقوم بعملية رندرة. طبعا الكاميرا مجال استخدامها كثيرة، ممكن تعمل رندرة من جميع الجهات، ممكن تعمل رندرة داخل الغرف لإظهار التفاصيل أو إظهار مثلا الأثاثات داخل الغرف. لاحظ الآن يقوم عملية الرندرة 25%. طبعا قلنا سابقا أن الرندرة أو مدة الزمن الذي يتطلبه انتهاء عملية الرندرة يعتمد على مواصفات الجهاز، وطبعا هذه الحاجة تتطلب مواصفات جهاز ذا مواصفات عالية جدا. الآن تم الانتهاء من هذه من عملية الرندرة، نقوم بتصديره إلى الكمبيوتر وأيضا حفظه في المشروع. ممكن أيضا نستعمل رندرة لإظهار التفاصيل الداخلية. طبعا الرندرة طبعا تظهر في قائمة 3D View. لاحظ الرندرة محفوظة، يعني مجرد أنك ممكن ترجع لها في أي وقت أثناء شغلك. ممكن نذهب إلى الطابق الأول ونعمل رندرة لإظهار التفاصيل داخل هذه الغرفة. على سبيل المثال نذهب إلى View كاميرا ونختار بهذا الشكل مثلا لإظهار التفاصيل. لاحظ أنه قام بإظهار تفاصيل الغرفة الداخلية. هذا لو أردت أنك تعمل لقطة للتفاصيل الداخلية وعمل رندرة لأحد الغرف وإظهار مثلا الأثاثات وإظهار التشطيبات بهذا الشكل. لو اخترنا ريلستيك، لاحظوا أنت ممكن تعمل. طبعا احنا لما نكون نهتم بالتشطيبات الداخلية لاحظوا بهذا الشكل. ممكن تعمل كاميرا لأي غرفة أو لإظهار التفاصيل الداخلية. نأتي الآن إلى المرحلة النهائية من هذا الجزء، وهو عملية طباعة المخططات، وهي التي ينتهي إليها المشروع أو المعماري أو النموذج المعماري. لاحظ أنه أصبح لدينا الآن مخططات للطابق الأرضي، وأيضا مخطط الطابق الأول والثاني والثالث، تمام؟ وأصبح لدينا أيضا يعني واجهة، وأصبح لدينا أيضا الرندرة، تمام؟ معنا إلى الآن أيش نطبع المخططات المعمارية، وطبعا في تفاصيل معمارية كثيرة لم نتطرق لها، ولكن هذه هي الأساس. ممكن نعمل قبل أن نطبع المخططات نعمل سكشن أيضا، لأنه مطلوب ضمن المخططات المعمارية عمل سكشن. نذهب من فيو نختار سكشن، ويفضل أنك عمل السكشن في مكان السلم لإظهار تفاصيل السلم بهذا الشكل. ونذهب كليك يمين ثم نذهب go to view. لاحظ هذا هو السكشن، نختار realistic. طبعا شغل جميل وسريع، وما يطلب منك إلا شوية من الصبر. وطبعا السكشن موجود في قائمة اسمها section. أول ما تعمل section تظهر قائمة اسمها section building section. الآن لطباعة المخططات طبعا نذهب إلى الفيو، نذهب إلى الفيو في حاجة اسمها شيت، في حاجة اسمها شيت ننقر عليها. لاحظ أنه في موجودة من الشيتات. أنت أحيانا إذا كنت تستخدم الريفيت لأول مرة سوف تجد أحد شيت واحد فقط. لتحميل شيتات تذهب من لود، تذهب إلى المكتبة. طبعا أي برنامج زي ما ذكرنا سابقا يوجد له مكتبة. نذهب إلى ماي كمبيوتر، مش مشكلة اختفت من هنا. نذهب إلى المكتبة حقتي. لاحظوا ريفيت 2018. نختار منها ليبراريز ويو اس متريك. في الشيتات اسمها تايتل بلوك، تايتل بلوكس، وتختار الشيت المناسب لك. نختار الشيت E2، وطبعا اختيارك على E2 أو E3 لا يؤثر في عملية الطباعة. نختار E2 ثم نعمل أوكي. يظهر لنا الشيتات، وتظهر طبعا قائمة اسمها شيت. لاحظ طبعا أي شيت تعمله يقوم يظهر بهذا الشكل. طبعا مشروعك محفوظ كاملا. إذا حصل أي تعديل أو تغيير يتعدل في كل الأجزاء. مثلا عدلت حذفت حائط في الطابق الأول يقوم يتعدل في الثري دي، يقوم يتعدل في الشيت. طبعا طبعا الشيت كي تكون لك شيت، طبعا هذا هو طبعا الشيت جاي من بهذه الصيغة من شركة أوتوديسك. ولكي تعمل لك شيت مثلا
نضغط عليه او نقول مرتين او مرة ونختار edit family. ممكن هنا تضع صورة للمكتب حقتك مثلا على سبيل المثال، من insert نختار image، ثم على سبيل المثال نفترض ان هذه الصورة هي صورة للمكتب حقك او شعار، يعني الحاجة اللي لها علاقة بالمكتب حقك. لاحظ افترض انه هذا الشعار، هنا نكتب اسم المكتب، اسم المكتب مثلا ممكن نكتب المكتب الهندسي، المكتب الهندسي للتصميمات، التصميمات المعمارية على سبيل المثال. تكتب اسم المكتب حقك او اسم العمل، تمام. هذا طبعا هو جزء الملاحظات، ممكن نعتبر جزء الملاحظات، تقوم بعملية حذفهم وتجعله بند للملاحظات، هذا تتركه زي ما هو، ممكن هذا اي ملاحظة او ديسكريبشن او وصف، المتبقي تتركه كما هو ونعمل لود انتو بروجكت. اوكي اوفر رايت. لاحظ الان ناتي الى هنا نكتب اسم المالك، ننظر مرتين ثم نكتب المالك. طبعا ممكن تشكل لك شيت بطريقتك بالطريقه المناسبه لك، المالك مثلا على سبيل المثال، وتكتب اسم المالك، هنا تكتب اسم المشروع مثلا عمارة سكنية، عمارة سكنية ممكن تكتب بالإنجليزي أو بالعربي اللغة المناسبة، ثم تكتب هنا مثلا مثلا عنوانك أو أي حاجة، هنا ممكن تكتب العنوان، عنوان المكتب حقك مثلا اليمن صنعاء، تمام. وهنا تأتي إلى كتابة بروجكت نمبر، يعني رقم المشروع، مثلا هذا المشروع الذي أنت تصممه الآن كم رقمه، كم من ضمن المشاريع التي أنجزتها، مثلا رقم 4. التاريخ تكتب هنا التاريخ، هنا تكتب drawing by، تكتب اسمك مثلا مهندس، ثم تكتب اسمك. checked by تكتب اسم المهندس الذي راجع هذه المخططات، تمام، بهذا الشكل. وهنا تكتب رقم الشيت مثلا A1، وهنا تكتب السكيل. بعد ذلك تقوم ب مثلا سحب المخططات بالترتيب إلى هذا الشيت. نبدأ بأول شيء سوف يكون هو الـ3D، نختار نقوم نأتي إلى الرندرينج بهذا الشكل، ونضغط بزر الماوس الأيسر ونسحب عملية سحب إلى فوق الشيت. لاحظ لاحظ أنه الصورة كبيرة جدا، صورة كبيرة جدا، تمام. نقوم بعملية تصغير لها أو تصغير مقياس الرسم، نحددها، تمام، ونختار بعد أن نحددها نضغط كليك يمين، لأنه الآن لا يسمح لنا بتغييرها لأنها مثبتة، فنختارها ثم نضغط كليك يمين ونختار أكتف فيو، نختار أكتف فيو ثم نختار مقياس الرسم صغير 1:2 مثلا، أو ممكن نصغرها بهذا الشكل الآن، بهذا الشكل، تمام. نضغط على الصورة ونقوم بتصغيرها من الأركان أو تصغير مقياس الرسم، تمام، ونسحبها، لا زالت كبيرة على الشيت، تمام، بهذا الشكل. نصغرها أيضا ونجيب أيضا الصورة حق الرندرة النهارية،
نقوم أيضا بسحب الصورة الأخرى حقها الرندر الليلية بهذا الشكل، نضغط زي ما قلنا بزر الماوس الأيسر، ثم نقوم بعملية السحب. نقوم بعملية السحب، لاحظ طبعا الصورة هذه طلعت صغيرة. طبعا هذه ليست رندر نهائية، ممكن نعمل كنترول زد. لاحظ أننا لم نقم بحفظ الرندر الليلية، ممكننا نعود من جديد ونعمل رندر ليلية. ما فيش أي مشكلة بهذا الشكل. نذهب إلى من فيو رندر، ثم نختار بوكس زي ما اخترنا سابقا، نحدد مساحة الرندرة، نصغرها بهذا الشكل من الجوانب ومن الأسفل، ثم نقوم باختيار رندرة ليلية خارجية. exterior critical only، ثم نقوم أيضا بتصغيرها من هذا الجانب بشكل بسيط، ثم نختار قلنا شكل السحابة، نفترض أن هذه، ثم نختار بيست وننظر على رندر. لاحظ أنه سوف يبدأ الآن بعملية الرندرة. لاحظ أنه أكمل الآن الرندرة. نعمل export، سمي تسمية مختلفة مثلا بهذا الشكل، ونحفظه إلى المشروع. لازم تحفظه إلى المشروع، ثم نأتي إلى الشيء. طبعا كل شيء محفوظ، كل شيء تشتغله محفوظ. ثم نأتي إلى نسحب، لاحظ هذه ليست هي رقم 3D2، لاحظ أيضا هي كبيرة الحجم، نحددها. طبعا الرندر الليلي طلعت جودتها منخفضة، وطبعا لاني حولتها الى هيف، حولتها الى هيف حتى لا يستغرق وقت طويل من الزمن. نحددها، ثم بعد كليك يمين اكتف فيو. معنى اكتف فيو انه تنشيط لكي يسمح لنا بالتعديل. اذا ظلت بهذا الشكل لا نستطيع ان نعدل عليها، فنختار كليك يمين ونعمل اكتف فيو. الان استطعنا نحن نغير مقياسها ونجري عليها التعديلات المناسبة. طبعا نحددها بهذا الشكل، ممكن نصغرها 5، نسحبها الى هنا، لاحظ نقوم بتصغيرها بشكل بسيط. لاحظ الان ممكن اننا نعمل اسم النص، اسم المخطط 3D. نأتي إلى من أنوتيت، نعمل تكست سيف بروجكت، نحفظ المشروع ما في مشكلة، ثم نكتب هنا ايش 3D هو العربي. ونقوم مثلا بتكبير هذا الخط، نعمل له ديبليكيت، ونقوم بتكبيره مثلا 5.5. اوكي، ونقوم ايضا ممكن الان نعمل دي اكتف فيو. الان اصبح شبه جاهز. ممكن هنا ايضا نضع اسم المخطط هنا ايضا. الآن طبعا تشكيلة المخطط وتشكيلة الشيت يعتمد عليك أنت، وحسب الشكل الذي أنت ترغب فيه أو تفضل. الآن ننتقل إلى تجهيز الشيت الثاني والثالث والرابع حتى نكمل جميع المخططات. نذهب إلى فيو مرة أخرى ونختار الشيت ونختار E2. لاحظ أن الشيت حقنا الأول أصبح جاهز، ما عليك إلا أنك تغير مثلا رقم الشيت بس، حتى رقم الشيت بيتغير تلقائيا. نذهب إلى
نبدأ مثلا بمخطط الطابق الأرضي. وطبعا الطابق الأرضي لكي إذا أردت أن تطبعه فعند معك عدة خيارات لكي للإظهار. مثلا ممكن تطبعه في خيار هيدن لاين بهذا الشكل، أو ممكن تطبعه بخيار شديد، أو ممكن تطبعه بخيار كونسيست أو ريالستيك، يعني الحاجة المناسبة معك. نطبعه تحت خيار هيدن لاين. تمام، نذهب إلى الشيت، نذهب إلى الشيت رقم 2. تمام، ونسحب مخطط الطابق الأرضي بهذا الشكل. لاحظ أنه داخل الشيت. ثم نعمل أكتف فيو، وإذا أردت أن تقتص مثلا هذا الشكل أو هذا التسمية، تمام، أو تقتص مثلا لو في زوائد في المنشأ في حقك، فعليك إلا أن تفعل كروب. ولاحظ لو كان الكروب هذا خارج الرسمة مثلا بهذا الشكل، تمام، وعمل ديكت فيو، لاحظ أنها ظهرت معك. تمام، هذه الاتجاهات ظهرت معك. فلكي مثلا إذا ظهرت معك كي تخفيها، تعمل كليك يمين أكتف فيو، ثم تظهر إيش الكروب ريجن. تمام، وتقوم بعملية القص حتى خلف هذه الاتجاهات. تمام، وثم تقوم بعملية إخفاء، ثم تعمل دي أكتف فيو، ثم تقوم بعملية الطباعة. قبل الطباعة ممكن نعمل أيضا شيت آخر لمخطط الطابق الأول. نأتي إلى شيت ونختار E2، ثم نختار أوكي ونسحب الطابق الأول. الطابق الأول مثلا نفس الشيء، فجميع المخططات لازم تختار لها نوع معين من الإظهار، هيدن لاين. طبعا هذه سبق وأن عملنا لها إيش بطريقة سمينا الغرف وسمينا التقسيمات بطريقة من أركيتكتشر روم. ممكن تعمل هذه الطريقة لكل الطوابق. لاحظ أنه يظهر لك هنا مسميات لهذه التقسيمات بألوانها. لاحظ أنه هذه الأشجار ظاهرة بس لكنها إيش بشكل مخفي. نسحب هذا الطابق إلى الشيت رقم 3، نسحب الطابق الأول بهذا الشكل. تمام، لاحظ أنه صغير الطابق، لاحظ أنه صغير، فنقوم بعملية تكبيره. كليك يمين أكتف فيو ونختار سكيل مثلا 1 إلى 50. لاحظ أنه كبر شديد، يعني كبر بشكل كبير. فنعمل كنترول زد ونختار مقياس رسم. مثلا إذا لم يوجد مثلا معك مقياس رسم من هذه الظاهرة معك، تدخل إلى كستم وتعمل مقياس رسم المناسب لك. ممكن نعمل 1 إلى 70. تمام، لاحظ أنه ممكن نقول أنه مناسب. نعمل دي أكتف فيو ونختار ونعمل نسحبه إلى أسفل. لاحظ بهذا الشكل، ثم نقوم بعملية الطباعة، نقوم بعملية إيش الطباعة. وهكذا نستمر نعمل بقية الشيتات لجميع الطوابق. ونعمل أيضا شيت للسكشن، نعمل شيت لو عملنا حساب كميات، نعمل شيت لها لو عملنا أيضا هذه اللقطة نعمل لها شيت. تمام، وجميع المخططات التي اشتغلت عليها تعمل لها شيت. نقوم بطباعة هذه المخططات على سبيل المثال، هذا المخطط أو هذا الشيت. نذهب من فايل برينت، تظهر لنا هذه القائمة. من هنا تختار نوع البرينت حقك أو الطابعة. طبعا الذي سوف استعملها فوكسد ريدر بي دي اف، الذي لا تظهر معه هذه الطابعة في جهازه عليه يقوم بتنزيل برنامج اسمه فوكسد ريدر بي دي اف من النت وتثبيته، ثم سوف تجدونه ظاهر أمامك هنا. نختار فوكسد ريدر بي دي اف، ثم من هنا لاحظ هنا كومبايند ملتيبل، ممكن انك تختار عدة شيتات وتطبعهم في كتاب بي دي اف واحد. هنا تختار الملف الذي تريد ان تحفظ فيه. تمام، هنا معك 3 خيارات، بيقول لك هل اطبع لك اطبع الشيت الذي امامك الان كرنت ويندو، ام فيزيبل بوريشن اوف كرنت ويندو، يعني يطبع لك الشيت اللي قدامك ومساحة حوله،
او اطبع لك selected view الحاجه الذي انت تختارها. لو مثلا لو اردنا selected view وطبعا بتفعل معنا حاجه اسمها select، لاحظ انه ممكن انك تطبع جميع ما الموجود في قائمه بروجكت براوزر على مستوى ال 3D على مستوى البلانات بدون شيتات، لكن ممكن تقول اطبع لي فقط ايش الشيت مثلا الشيت الثالث على سبيل المثال، تمام. لكن هنا لو اخترت بهذا الشكل وما ممكن تطبع عدة شيتات في كتاب واحد، لكن تختار ممكن تختار كومبايند، اجمع لي الشيتات كلهم في كتاب واحد. هنا سوف نختار كومبايند كرنت ويندو، سوف نختار كرنت ويندو امامك في الشاشة. ايضا ندخل الى حاجة اسمها سيت اب اعدادات، من هذه اعدادات ايش الطباعة. هنا تختار مثلا A4، يعني اطبع في A4، هنا شكل ورقة افقي ام رأسي، هنا يضع لك الشيت في وسط الصفحة. هنا الكواليتي حق الطباعة خليها طبعا هيف، وهنا هل يطبع لك بالالوان او بدون الوان، نخليه ايش الوان. وهنا الزوم فيت تو بيبر او زوم تكبير، لا نقول فيت تو بيبر يعني خليه على حجم الورقة. اوكي، ثم نضغط على اوكي، نحفظ هذا الملف مثلا، نعمل استبدال ما في مشكلة، انا طبعت بهذا الشكل، نقوم ايش نحفظ بهذا الشكل، ثم نذهب الى نفتح البي دي اف. لاحظوا ايش ظاهر قدامنا مطبوع، تمام. وهكذا نطبع بقية الشيتات. طبعا الان اي تعديل في اي تعديل، لو حصل اي تعديل في اي مخطط فلا داعي انك تسحب مرة من جديد، فالتعديل سوف تلقائيا يحصل في الشيت. فمثلا اذا اردت في الطابق الارضي وفي الطابق الاول على سبيل المثال، واجريت مثلا تعديل معين، كأن مثلا على سبيل المثال حذفت التكست، مثلا حذفت التكست حق غرفة نوم مثلا، او عدلتها بحاجة معينة، ثم اتيت الى الشيت. اذا اتيت الى الشيت اللي طبعنا فيه هذا المخطط، لاحظ انه لو عملت دي اكتف فيو، لاحظ انه ايش حذف لك التكست من الشيت دايركتلي، تمام. فقط نعمل له دي اكتف فيو. طبعا هذه هي المخططات المعمارية لهذا المنشأ. طبعا هذه هي المرحلة النهائية وهي مرحلة طباعة المخططات، وطبعا هذه طبعا لا تعتبر حاجة طبعا نهائية في المخططات، فيمكن يحصل لها تعديل بمجرد انك انها يتم من انتقالها الى النمذجة الانشائية واعداد النظام الانشائي، فربما يحصل تعديل معين يعود من جديد الى برنامج الريفت المعماري ونعدل اذا امكن ذلك. وطبعا زي ما قلنا ان التصميمات او المخططات هي عبارة عن حلقة دائرية، فطبعا لن نترك برنامج الريفت المعماري نهائيا في هذا الدبلوم، سوف نعود اليه من جديد اذا حصل اي تعديل في الريفت الانشائي. طبعا اذا اردت انك تعمل بعض التحسينات او اضافات جمالية الى المودل حقتك، فممكن انك تسطر هذا المشروع الى برنامج الليميون. هو طبعا اللي برنامج الليميون موضوعنا في هذا الدبلوم، ولكن ممكن اعمل اضافة كيف يتم تسطير هذا المشروع الى برنامج الليميون. نلاحظ كي نسطر هذا المشروع الى برنامج الليميون لاضافة بعض التحسينات وبعض الجماليات. طبعا برنامج الليميون متخصص معماريا، يتميز باضافة الحركات، وممكن تعمل فيه شكل فيديو كحركة مثلا حركة الناس وحركة الأشجار وحركة، ممكن تضيف أي حاجة، سوف نشوف الآن بشكل مختصر. لاحظ أنه في قائمة اسمها في الريفت عندي ليميون، طبعا هذه الإضافة لا تظهر معك إلا إذا كان برنامج الليميون مثبت معك. فلكي نقوم بتصدير هذا المشروع إلى برنامج الليميون، نذهب إلى تبويب ليميون، ثم نختار إكسبورت، ومن هنا نختار إكسبورت. ممكن نحطه في هذا الملف بهذا الشكل. لاحظ الآن بيقوم بعملية التسطير لبرنامج الليميون. لاحظ أنه أكمل عملية التسطير. نذهب إلى فتح برنامج الليميون، هذه أيقونة برنامج الليميون.
لاحظ هذا هو برنامج اللومينو، طبعا يحتاج الى مواصفات عالية للجهاز. طبعا البرامج الحديثة والتي تستخدم وخاصة البرامج المعمارية تحتاج الى جهاز ذو مواصفات عالية جدا. لاحظ هذا البرنامج الذي من قد فتح. طبعا البرنامج اليمين كي تفتح يتطلب اكتيفيشن كود. نذهب الى الملف حقته برامج هندسية، نذهب الى برنامج اللوميون. لاحظ موجود هنا، نعمل هذا كنترول A وننسخه بالكامل، وثم نعمل بيست في هذا المكان، ثم نضغط على هذا الشكل. هذا هو برنامج اللوميون. نختار اي قائمة من هذه القوائم، مثلا هذه القائمة البلين، يعني طبعا هذه زي الواجهة او يعني قالب ممكن نعمل فيه. ثم نأتي الى استيراد المشروع حقنا الذي تم تصديره من برنامج الريفيت، لكن نعمل امبورت للمشروع. نذهب الى قائمة امبورت، تظهر لنا هذه القائمة امبورت نيو موديل. نختار المشروع حقتنا الذي في الملف نسخناه الدبلوم الشامل اركتكتشر. لاحظ موجود بهذه الصيغة. نعمل اوبن، تظهر لنا هذه القائمة، تختار منها ايش مين ديفولت، ما في مشكلة، ثم نختار صح. لاحظوا الان يقوم بعملية الاستيراد للمشروع. لاحظ هذا حقنا المشروع، الآن ممكن إنك تشتغل عليه الآن. شغل طبعا شغل برنامج جديد، ممكن من هنا تضيف له الإضاءة، ممكن تعمله نهج. لاحظ تزود النهار مثلا، تخليه ليل. لاحظ طبعا الحاجات اللي موجودة هنا في برنامج متخصصة في عملية الرندر بشكل كبير جدا، أكثر من برنامج الريفت. لاحظ كنت غير الإضاءة، ممكن تحوله إلى ليل، تمام، تعمله إضاءة بهذا الشكل، تمام. أيضا ممكن تعمل ماتيريال ممكن تضيف مثلا أشجار، تضيف أي حاجة ممكن دعملها. طبعا ليس موضوعنا هو موضوع اللوميون، ان شاء الله تعالى سوف اقوم بعمل في عمل دورة ان شاء الله في برنامج اللوميون بعد الانتهاء من هذا الدبلوم. لاحظوا انا ممكن اوريكم جزء من شغل اللوميون. لاحظوا طبعا هذه عبارة عن فيلا طبعا جاهزة في البرنامج، شغل جميل جدا واظهار جميل. ممكن تعمل لقطات فيديو، ممكن تعمل اي حاجة طبعا من الانيميشن فيه جميل جدا. نعود الى برنامج الريفت. طبعا نختم الى حد هنا، وان شاء الله تعالى نلتقي في الجزء الثاني وهي النمذجة الانشائية ووضع النظام الانشائي في برنامج الريفت الانشائي. وطبعا سوف نقوم بعملية سوف نفتح برنامج او الريفت الانشائي ونقوم باستيراد هذا المشروع وعملية وضع النظام الانشائي بناء على المخططات المعمارية.